مواسير كده بتتم حطها ووضعها يعني جوه يعني المية. المواسير دي جاية من النيل على طول؟ دخلها جوه ما حصلتش حاجة. فيها مرحلة أولى شغالة من زمان من 2011 ودلوقتي اتعمل فيها توسعات البياره دي بيتم يعني بنتحكم فيها بدخول المايه وخروجها عن طريق حاجه اسمها البوابات اللي هي الحاجات اللي طاره دي يعني الطاره دي زي محبس كده بنقفل فيه عايزين مايه بنفتح عايزين مايه عايزين مايه بنفتح مش عايزين بنقفل حواجز تحت يعني بتتفتح في زي بوابه كده بس دي البياره اللي بيتم فيها المايه الخام بناخدها بندخلها جوه بقى ايه بنسحبها عن طريق حاجه اسمها ترمبات الترمبات دي بقى متهيألي ميكانيكا تكون اوير بيها يعني اكتر ترمبات المايه اللي جت في الورش هناك ماشي كنا بنصلح في ترمبه هناك الترمبه دي عباره عن كيسنج فجوه كده عبوه كده صح؟ ده هي بص ممكن تشوفها عبوه كده كبيره